السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم بقناتي هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاين من جديد. اليوم وصفتنا حلوة ومميزة وكتير ناس بتحبها، لكن هنعملها بطريقة صحية، صحية 100% وبدون خميرة، لأنه الأساسية بنضيف لها خميرة. أنا هعملكم إياها بدون خميرة، واللي هي أقراص العيد الحلوة أو الأقراص الفلسطينية أو بسموها خبز العيد، لكن بمكونات صحية. شو هي مكوناتنا؟ يلا نروح للمقادير. عندنا بالأول 5 كوبايات، 3 منهم طحين قمح كامل و2 منهم دقيق الدخن اللي أنا حكيت عنه بالفيديو السابق. عندنا معلقة يانسون، معلقة شومر كبيرة، رشة ملح، معلقتين كبار بهارات الكعك، ومعلقة صغيرة محلب. عندنا كمان معلقة كبيرة سمسم، معلقة كبيرة حبة البركة، معلقة كبيرة شومر حب، وظرف بيكنج باودر 15 جرام خاص للحلويات، بديل الخميرة طبعا، اوكي، وكمان او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. المحلي اللي رح نستعمله بالوصفة هو دبس التمر الخالي من السكر، دبس التمر الطبيعي 200 جرام. رح احط عليهم 1/2 كوباية مي سخنة مغلية واعملهم على الخلاط ليصيروا سوفت، واحطهم بعدين على العجينة واضيف مقدار المي الباقي. مقدار المي اللي لازمنا لهاي الوصفة هو عبارة عن 1.5 كوب من المي، ممكن تلزم اكثر حسب استيعاب الطحين. احنا حنضيف المي شوي شوي، وكوب من زيت الزيتون، نفس الكوب اللي عيرنا فيه الطحين ودقيق الدخن بنعير فيه الزيت والمي. وكمان انا حاطه على الخليط هون 2 كبار حليب باودر، 2 كبار حليب باودر. يلا نروح لطريقه التحضير. رجعت لكم من جديد حبايبي. رح نضيف المقادير الناشفة اللي احنا حكيناها كلياتها مع بعضها على الطحين. الطحين لازم يكون منخول، نسيت احكي لكم هاي النقطة، والباودر كمان البهارات حنضيفهم، تمام. حنضيف البيكنج باودر الظرف كامل، يلي لسه ما فعل الجرس او غير مشترك في قناتي وعم بشوفني لأول مرة، بتمنى عليكم تحت الفيديو موجود الاشتراك او سبسكرايب والجرس، تفعلوه لحتى يصلكم كل جديد مني، ويا ريت لايك للفيديو لتدعموني وتشجعوني لحتى اعمل وصفات احلى ووصفات اكثر ان شاء الله. بنحرك هلا الخليط هذا كله مع بعضه. لحظة برجع لكم، نسيت البس الكلابس. رجعت لكم من جديد. هلا دبس التمر اللي عنا هنحطه بالخلاط، تمام، كل المقدار، وبعدين هضيف عليه 1/2 كوباية مي سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم، هخلطه اخليه سوفت وبعدين ارجع لكم. رجعت لكم من جديد. طحنا دبس التمر، هذا بديل السكر، محلي لوصفتنا بديل السكر. احنا بنحبها تكون حلاوتها شوي مبينه، تمام، لهيك انا عملت 200 جرام. نيجي هلا على الخطوه الاولى من العجن، نضيف الزيت 1 كوباية كاملة. الزيت هو اساس الوصفه الفلسطينيه للاقراص هاي، لانه هي اقراص فلسطينيه، لكن اذا انتم حابين تستبدلوا الدسم او تخلطوا الدسم ما بين زيت وزبده، زيت وسمنه، يفضل للصحي استخدام الزبده او السمنه الحيواني، فبامكانكم هذا الشيء. هلا احنا رح نبدا نفرك الخليط، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يختلط الزيت مع المكونات الناشفه كلها بهالطريقه باطراف الاصابع. راح يفاجئكم
شكل الأقراص بعد ما تخلص إن شاء الله، وطراوتها رغم إنها بيكنج باودر معمولة وإنها بطحين قمح كامل ودخن مش بطحين أبيض. عندي ولادي بالبيت بيعشقوها هاي الوصفة، الأكل الصحي كله اللي أنا بعمله كتير بحبوه وبطلبوه طلب مني، يعني الحمد لله ما في أحلى من الأكل الصحي. هلأ هيك اجانا ثلاث مكونات مع بعضها. راح نضيف بالأول دبس التمر مع السائل اللي معاه وبرضه بأطراف الأصابع، ونشوف قديش بدنا كمان نزود مي لتصير العجينة سهلة التشكيل، على أساسها بنكمل السوائل. زي ما انتو شايفين بهالطريقة برضو بأطراف الأصابع، هيا هيك أنا قصدت إني أعجنها بإيدي لتشوفوا الطريقة، لكن فيكم تعجنوا على العجانة بس ما تكون شغالة على القوي. نزود هلا المي تدريجيا. هي الوصفة بتاخد من كوب لكوب ونص سائل. لو انتو هتحطوا حليب فريش مش حليب باودر على الوصفة يبقى بتحطوا كوب حليب عشان تستعملوا بديل التحلية اللي هو دبس التمر. ممكن تستعملوا تحلية تانية اللي هي ستيفيا اللي هي قابلة للحرارة، انها ممكن تنحط على الغاز او بالفرن كمان بيمشي الحال. لسه بدها شوية سوائل لأنها بتفتفت. تقريبا وصفتنا هتاخد كوباية مي، كوباية سوائل يعني غير الزيت، لأن الزيت يعتبر كمان سوائل بس هو الدسم الخاص بالوصفة. وصفتنا هيك ممتازة، راح نتركها ترتاح نص ساعة ونرجع لطريقة التشكيل. خليكم معنا. بعد ما ريحنا عجينتنا نص ساعة راح نرجع هلا لطريقة التشكيل. في قوالب تنباع بالسوق خاصة للأقراص، أنا جايبة واحد لأنه كبير ولأنه صغير، طبعا في أكبر من هيك تمام. في السميك وفي الرفيع اللي هو السماكة، يعني من هون رفيعة أو سميكة. اللي راح أعمله أنا اليوم على هذا القالب اللي هو
السميك. تمام، الوصفتنا على فكرة استعملنا لها احنا بس كوباية مي واحدة. هلا رح نبدأ نقطع العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكدوا انه سطح العمل يكون نظيف، نطفوه بالمي والصابون ومسحوه منيح قبل ما تقطعوا العجينة. بنقطعها قطعة متساوية. خلينا نقدر اول شيء الحجم على القالب، نتأكد انه القطعة لا كبيرة طلعت. اذا شو من حتى لو طلعت كبيرة، شوفوا هلا انا بعمل هيك وهلا بنروح على طريقة التشكيل. أول شيء بنقطع العجينة كرات زي هيك. تمام، بنروح على القالب. الزيت اللي موجود بالوصفة كويس، يعني مش حتلزق بالقالب. أنا بالنسبة لي ما بتلزق معي، لكن اللي خايفة إنه تلزق العجينة بالقالب اللي رح تعمله إنه رح تحط نايلونة نظيفة أو جراب جديدة نظيفة عشان ما تلزق بالقالب الحبة. شوفوا هيها ما لزقت، عملت تجربة لإني. هلأ نضغط هيك العجينة على قد القالب لنفرض طلع فيه زيادة مثلا، شو بنعمل؟ بنشيلها. هلأ لو طلعت معنا حبة فيها زيادة هقولكم كيف بنشيلها. خبطتين زي كده. تمام، بنحطهم بصواني عليها ورق زبدة. تمام، هي كمان حبة. القوالب هاي بتشوف بتلاقوها بالأماكن اللي بتبيع أعشاب وبهارات وقهوة وهيك شغلات، محامص بنسميها، محامص بزورية يعني. هاي كمان قطع طلعت بسهولة، هيها شوف الشكل ما شاء الله. كمل الكمية ان شاء الله وبرجع لكم. هاي صينيتنا الاولى، هيك بيطلع شكلهم بقلب الصينية. لما تنتهي الوصفة ان شاء الله واشكلهم كلهم هورجيكم الخبيز كيف رح نخبز الوصفة. رح نخبزها على فرن حرارته 180 مسخن مسبقا قبل بنص ساعة من الخبز، من تحت اول شيء بعدين من فوق، لانه انا فرني بيشتغل بصراحه تحت لحال وفوق لحال، لكن لو عندكم فرن بيشتغل من فوق وتحت بامكانكم تستعملوه بانه تحمروا فوق وتحت. تمام، لما يصير اشقر من او احمر حسب انت كيف بتحبيها الحمار تبع الوصفه، من تحت بعدين من فوق بتكون جاهزه. بتاخذ تقريبا 20 دقيقه ل 25 دقيقه خبيز بالفرن. تمام، بخلص الكميه وبرجع لكم وقت الخبز اورجيكم كيف راح نخبزهم. خلصنا تشكيل الأقراص، طلعوا 3 صواني عبارة عن 26 قرص اللي هو الغميق اللي أنا حكيت لكم عنه السميك يعني. تمام، هلأ رح أروح أخبز الصواني وأورجيكم كيف. فرن محمى مسبقا قبل بنص ساعة، على هنحط الحرارة، أنا هحط الحرارة عندي 200 عشان فرني ضعيف. على الرف الوسطاني زي ما أنتم شايفين هحط الصينية، بعد 10 دقايق بطل عليها. لو احمروا من تحت بشغل الشواي من فوق، برجع لكم بعد التحمير وبخبركم قديش اخذت وقت بالفرن. هاي وصفتنا خلصت، خبزتهم زي ما قلت لكم طلعوا 26 قرص ما شاء الله لا قوة الا بالله، سخنين زي النار. هصورهم عند التقديم تشوفوا كيف شكلهم وافتح لكم حبة. تمام، اللي حابب نباتي ما بده حليب بالوصفة بيقدر يستغني عنها، ممكن يستعمل بدائل الحليب اللي هو متعود عليها مثل حليب اللوز، في كمان حليب الصويا، حليب فول الصويا. شوفوا الحليب اللي بناسبكم او بلا منه للحليب نهائي يعني. تمام، ما رح يأثر على وصفتنا ان شاء الله.
ممكن كمان اذا الوصفه اي وصفه فيها بيض ممكن الاستغناء عن البيض واستبدالها بشيء ثاني، ان شاء الله هذا بعرفكم عليه شوي شوي بوصفاتنا الجاي. فوائد الوصفه هاي راح اذكرها ان شاء الله بصندوق الوصف، لاقوني عند تقديم كيف راح تكون شكل وصفتنا. وصفتنا لليوم خلصت، الأقراص الفلسطينية الحلوة بدبس التمر بدون إضافة سكر، طحين القمح الكامل ودقيق الدخن، صحية 100% مجربة من مرضى السكري، من أصحاب الدايت ومني أنا شخصيا، كتير زاكية بنصحكم تجربوها. إذا عجبكم الفيديو وحبيتوا الوصفة ما تنسوا تدعمونا بلايك، واللي مشترك في القناة يا أهلا وسهلا بكل وصفات إن شاء الله الجاي تحضروها، واللي مو مشترك يا ريت تروح تشترك وتضغط زر الجرس لتفعل القناة ليصلك كل جديد، والجاي مثل ما عودكم حيكون أحلى إن شاء الله. تعال ماما حخلي ابني يجرب الوصفة يدوق لكم إياها ويقول لكم رأيه فيها. وصفتنا هي طرية، بسم الله، بتفتفت، دوق يا ماما وقول رأيك فيها. شو حبيبي؟ كيف زاكي؟ صحة وعافية يا عمري، وانتو كمان اذا عملتوها الف صحة وعافية عليكم وعلى قلب حبايبكم، وان شاء الله يا رب تضلوا بخير وسلامة وبرعاية الله للحلقة الجاية ان شاء الله.